إنه القاتل الصامد. على قائمته عشرات القتلى كل عام، ولأن حصيلة أول أكسيد الكربون ثقيلة مع كل شتاء، أعدت مصالح الحماية المدنية في جانفي 2021 ميزانية خاصة للحد من مخاطره. بما أننا نحن في سنة 2021، يعني منذ فاتح جانفي 2021 إلى يومنا هذا، سجلت الحماية المدنية 26 حالة وفاة لنترحموا عليهم و446 مختنق بغاز أحادي أكسيد الكربون في مجمل العمليات 174 عملية تدخل. إذا عملنا مقارنة بسنة 2020، في جانفي فقط 2020 سجلنا 38 حالة وفاة وأكثر من 300 يعني مخترق بغاز أحادي أكسيد الكربون. إذا عملنا مقارنة يعني بين جانفي 2020 وجانفي 21، نشوف هذه السنة يعني هناك يعني تخوف كبير في ارتفاع حالة الوفاة وكذلك في حالة المختنقين. حصيلة الدفء في الشتاء قد تكون مكلفة والمتهم فيها مجهول، فقد يكون السبب هو الاستخدام غير السليم لوسائل التدفئة وعدم احترام التدابير الوقائية. فكثيرا ما يتجاهل المستهلك أهمية أجهزة الكشف عن أول أكسيد الكربون. هذا الجهاز يركب سواء في الكولوار تاع البيت، لكن يكون قدامه الجهاز التدفئة، حتى عندما يتسرب الغاز أحادي أكسيد الكربون هناك إنذار يعني سونة دالارم سوف ينبه على العائلة بأن هناك تسرب لغاز أحادي أكسيد الكربون. أما اللي يكون عنده الجهاز التدفئة أو جهاز سخان الماء، عنده اثنين، يستعمل جهازين. لحماية المواطنين، أقرت وزارة التجارة تعليمة وزارية تفرض بيع أجهزة التدفئة مرفقة بكاشف لتسريبات غاز أحادي أكسيد الكربون. قامت وزارة التجارة بناء على تعليمة السيد الوزير الأول بوضع حيز تنفيذ برنامج عمل يقضي تمت ترجمته من خلال تعليمة وزارية تقضي بضرورة بيع هذه الأجهزة مرفقة بكشف عن غاز أحادي أكسيد الكربون. هذا الكشف هو متوفر حاليا على مستوى السوق، والأجهزة تباع مرفوقة بهذا الكشف، وذلك منذ تاريخ 1 نوفمبر 2020. هنا بسوق الحميز يسعى التجار إلى حماية أنفسهم من خلال التحقق من وجود أجهزة الكشف عن أول أكسيد الكربون في المنتجات المباعة، فغيابها سيعرضهم للعقوبة. هذا العام فضوا علينا بلازم بيهم بدي ديكتور، كما دي بيهمش بدي ديكتور تكون عقوبة من عندهم، تكون عقوبة لازم بدي ديكتور تاعه بسرتيفيكيت وكلش باش يكون الزبون مطمئن. الحيطة والحذر والرقابة والصرامة كلها عوامل مطلوبة لقضاء شتاء دافئ وآمن بعيدا عن الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون.